السلام عليكم ومرحبا بكم في فلوج جديد. هذا اول فلوج ديالي غادي يكون بالجو برو، الكاميرا الكبيره نسيتها. انا مفضلت انني غادي نفلوج اليوم بالجو برو. حنايا في هولندا في مدينه سميتها دنهاغ، غادي نشوفوا دنهاغ كي دايره اليوم ان شاء الله، وغادي نمشيو لواحد المدينه اخرى باذن الله. يلا على بركه الله نبداو الفلوج ديالنا ديال اليوم. الى عجبك هذا الفيديو هذا كنتمنى انك تضغط على الزر ديال الاعجاب، لو كنت اول مره كتشوف هذه القناه هذه كنتمنى انك تضغط على الزر سبسكرايب. يلا على بركه الله. This is your Captain Lagerta speaking. هذه من بين الاشياء الغريبه اللي ممكن تشوف في هولندا هي تشوف ان بيكالا بحال ما هو قطعي حفله، يعني كاين بزاف ديال الناس تكون عندهم بيكالا يشدوها تيرميوها، ما تكون مهرسه، ما تكون شي حاجه كاليتي واعره ولكن تكون مهرسه. كما كتشاهدوا معايا دابا هذه البيكالا هذه هي فيه هنايا واحد التيك الصفر. الغرض ديال داك التيكي يعني بحال قلتي البلديه جات ودارت لي داك التيكي، تقولوا له مثلا عندك واحد 4 ايام ولا 5 ايام لا ما هزيتيش هاد البيكالا ديالك من لهنايا راه غادي يمشيو غادي نحطوها غادي نرميوها غادي نهرسوها ولا غادي نديروا ليها شي حاجه، لان بزاف ديال الناس يلاحوا الحوايج ديالو بحال البيكالات. علاش؟ الا مشى بغى يديها هو يرميها ولا شي حاجه تيخلص عليها الفلوس، لو ما تيشدها شنو تيدير؟ تكون مثلا مصديه ولا الجانطه مهرسه ولا شي حاجه تيشدها تيرميها في شي قنت بحال ما هكا وتزيد في حالاته. And often times it's like when you want to pick it up from the police station, you have to pay like 25 euro or something because you didn't. It's like a fine because you didn't pick it up by in time. ملي كتبقى هذيك العلامه الصفراء دايرين لك هذاك داك التوصيل الصفر دايرين تما، ملي كيمشيو تيهزوها البوليس مثلا انت تنادم معك الحال وبغيتي ترجع ليها تاخذ تهزها كتخلص واحد الغرامه ديال 25 اورو وكترجع البيكالا ديالك. هاي عاوتاني واحد البيكالا وحده اخرى، شوف باش نقول لكم بانها راه مده طويله. وهنايا الباركين شو ترتيله هاي ناضت فيها الرتيله، وهنايا راه دايرين له واحد العلامه صفراء واش حيدوها ولا ما نعرف الله اعلم. المهم هانتوما كما كتشوفوا مازال فيها يعني مده طويله وهي مرميه هنايا. واحد الحاجه اللي سولت عليها علاش يكون هنا بزاف ديال البيكالات مرميين، لانه مثلا هاد المدينه هذه اللي فيها دابا حنايا حاليا تيجيو لها بزاف ديال التلاميذ. التلاميذ ملي تيجي لهنا تيسالي الفصل ديال الدراسي ديالو ولا شي حاجه ما تبقاش يقلب هو لمن يبيع البيكالا ولا شي حاجه بحال ما هكا، صافي تيشدها تيرميها في شي قنت وتزيد في حالاته. دابا حنايا في مدينه دنهاغ، دابا هاد البلاصه هادي اللي فيها دابا حاليا راه هو السونتر فيل، هذا هو مركز المدينه اللي كاين هنايا، ولكن مركز المدينه لحد الساعه كلشي خاوي، ما كاين حتى شي واحد بسبب كورونا. هكذا اصبحت هولندا بعد كورونا، هكذا اصبحت هولندا في زمن الكورونا. شوف كده ما كاين حتى شي واحد سونتر فيل، تقول هذا راه هو السونتر فيل دابا اللي فيها هنايا، ما تيرصاش هنايا، ما تيرصاش بنادم، بنادم غادي يجي، طوموبيلات غادي يجي، ولكن دابا مع كورونا القضية ولات خاوية. هنايا في هاد البلاصة هادي اللي واقف فيها تيكون هنايا الطيران تيكون هاوي هنايا من المورايا، لكن دابا مكاين حتى شي واحد، تنقول لك حتى شي واحد، حتى أن هنايا بعض المقاهي وبعض المطاعم دايرين واحد اللافتة كاتبين توحشناك إكميسيان، دايرينهم بحال ماك، لأن بنادم ما تيجيش ومفروض عليهم أنهم يغلقوا. ربما تيقولك حتى الاول ديال شهر، ربما في الاول ديال شهر السعاد غادي يفتحوا مره اخرى، ولكن خصهم يتبعوا واحد القوانين يخلي ما بينات المسافه بين الناس متر وناس. وكاين بزاف ديال الناس اللي عندهم مطاعم وعندهم مقاهي هنا ما متفقينش فيها على ما متفقينش على الفكره هذه. هاد الصف هذا اللي كتشوفوا هنايا هو الصفراء ومازال غادي يدور، كما كتشوفوا هنا كاين العلامات الصفرين. هاد الصف هذا كامل تيتسنى، شنو تيتسنى؟ النوبه ديالو باش يدخل للديكاطلون هنايا. ها تسير اليوم هاد العلامات الصفراء في الارض خصهم يتبعوها. هادو اللي كتشوفوا من مورايا كاين تما 12 عالم، كل عالم كيرمز لواحد الجهه معينه هنايا. قوانين ديالها، يعني القوانين تختلف، كل جهه مثلا جهه تلقى فيها قانون
ودابا مرحبا بكم في روتردام. روتردام بعيدة على دنهاغ، قول بشي 28 كيلومتر 30 كيلومتر بالزربة، معك تدخل لطورس كتوصل لها بالزربة، وهي دابا فيها ان شاء الله. غادي نشوفوا فيها هذاك الشيء اللي قسم الله باذن الله، وغادي نكملوا الطريق ديالنا. هادو اللي من المرايا هادو اللي كتشوفوا بهذه الطريقه، هذه المبنيين بواحد الطريقه غريبه وعجيبه جدا، تيتسموا الكيكوبس، راه تما راه ساكنين الناس. هادوك راهم ديور كانوا داروا مع كانوا تبنوا على طريق واحد المهندس هولندي، هو اللي بناو بهذه الطريقه هذه. كاينه واحد الدار ممكن انك تدخل ليها وتشوف كيفاش الناس يعيشوا فيها لداخل، كيفاش هذاك الشيء كيفاش مبني ولا لداخل، لان كما كتشوف من الخارج يبان لك داك الشيء شويه غريب جدا، ولكن كاينه امكانيه انك تدخل لداخل، داير واحد المنزل كما لو انه متحف تدخل ليه. ولكن دابا في هذا الزمن هذا ديال كورونا سادينو، ممنوع انك تدخل ليه. بالنسبه للثمن ما عرفت شحال تتخلص باش تدخل، ولهذا غادي نكتفي وغادي نشوفو غير من هذه الجهه هذه كي دايره. نورمالمون هاد الكيكوبس تكون القضيه في عامره هي تتشد الصف ديالك باش تدخل تشوف هذيك الدار، ولكن مع دابا ما كاين حتى شي حاجه. تنقول لكم بانه راه كاين واحد العالم اخر هنا، راه عالم ماشي من هذاك الشيء اللي مولفين اننا نشوفه، ولكن هنا كاين عالم اخر، كل شيء تبدل راسا على عقب. تنتواجدوا فيها دابا واحد القريه الاسم ديالها سخيفنين، وفيها واحد الشاطئ رائع سميتو سخيفنين بيتش، يعني شاطئ سخيفنين، في واحد الديكور ناضي هنايا. ولكن دابا القديم عامراش ما كاينش البشر بزاف، تبان لك بنادم هنايا خدام يدير السبور، غادي يجري ورايا ورايا تيكونوا مثلا تيكونوا الفنادق في الغيتين، وهنا قدامك تيكون البحر. دابا تشوفوا كي داير هاد القرية هذه ديال سخيفنين، في هاد الشاطئ هذا قدام هاد الشاطئ كاين واحد الكورنيش، يا سلام رائع منظم منظم. هو هذاك هنا باش يعجبوك كاين النظام. دابا حنايا في المغرب عندنا بحال هاد الكورنيش، كاين في أصيلة، كاين في طنجة، كاين في وادلو، ولكن شنو كيغلب عليك؟ غلب عليه واحد الطابع ديال العشوائية. كاين عاوتاني ديال سيدي إيفني، كاين ديال الأكلو، كاين شكون اللي تيغلب عليه بزاف؟ تيغلب عليه الطابع ديال العشوائية. راه كتمشي مثلا الأكلو، كتمشي مثلا ديال سيدي إيفني، كتمشي مثلا الكورنيش كاين في أصيلة واللي كاين مثلا في طنجة، كتلقى بان كاين كورنيش زويون، ولكن شنو اللي تيغلب عليه؟ كاين واحد الطابع عشوائي تيكون مكاينش النظام. اما ملي كتجي هنايا راه تيكون كورنيش صغير، ولكن هذاك النظام اللي تيكون فيه هذيك القهوه المطاعم كيفاش منظمين كيفاش تيخدموا البلاصه، تيخليك تشهى وتقول هذا راه هو احسن كورنيش في العالم. بكم دابا حنا كنتواجدوا في النورد فايك، واحد الشاطئ حتى هو واحد القريه شاطئيه كاينه هنايا في هولندا، بعيد على البلاصه اللي كنا فيها سخيفنين، بعيد عليه 28 كيلومتر، يعني كتبقى غادي تابع غير البحر، تلقاو بالك القرى الصغرى شي حاجه رائعه يا سلام. كاينه واحد النصيحه اللي ممكن نقدمها لاي واحد تفكر انه يجي يزور هولندا، الا كنتي كتفكر انك تجي تزور هولندا، حاول انك تزور القرى الصغرى اللي كاينين هنايا، المدن الكبرى بعد عليهم، زورهم لمده ديال نهار واحد وهرب، سير في حالاتك اجي القرى الصغرى، غادي تفتح اكثر وغادي تشوف هولندا الحقيقيه، وغادي تشوف هولندا الخضراء. الناس باش يجلسوا قدام البحر ويجلسوا في الشمس ويتفتحوا في الرمله، داروا لهم واحد القانون، داروا واحد الحدود كما كتشوفوا معايا هنايا، ديك اللعيبه صفراء كتخلي تخلي واحد المسافه بينك وبين هذوك الناس اللي جالسين في جنبك، وهذوك الناس اللي جالسين في جنبك ما يشوفوكش وحتى انت عاوتاني ما تشوفهمش. المهم داير عليك بحال واحد الخيمه صغيره بالصفر، وتما في قاسم الحدود كتجي لهذيك البلاصه كتجلس فيها، كدوموندي كتشرب اللي بغيتي، تجلس تما النهار كامل، ما نعرف واش الساعه ولا ما نعرف دايرين. المهم ملي كدوموندي شي حاجه في داك السناك بار قدام البحر
تيديروا لك هذيك الطريقه وتتريح، لان هذا الشيء هذا فرضته عليهم الدوله وقالت لهم ضروري الا بغيتي تفتح انك المطعم ديالك ولا تفتح المقهى ديالك ولا شي حاجه ضروري انك غتطبق هذه القواعد هذو تطبقهم، تخلي واحد متر ونص بينك وبين الناس الاخر، الا ما طبقتيهمش غادي تخلص واحد الغرامه. وصلنا دي النهاية للفلوغ ديالنا اليوم اللي كان في هولندا وزرنا فيه دنهاخ، روتردام، نورد فيك وكاد فيك. وكما قلت لكم في الفلوغ، أحسن حاجة باش تشوف هولندا وتكتشفها أكثر هو أنك تجي الأماكن اللي هما صغار أو القرى الصغيرة، لأن في القرى الصغيرة كتشوف هولندا الحقيقية، أما المدن الكبرى ضروري خصك تزورهم، ولكن تزورهم غير نهار ما تفوتش فيهم نهار، لأنك لازرت فيهم نهار لازفتهم نهار فيهم غادي تملهم ديال بصح، ولهذا نهار ماشي تنهار كامل، يعني شي جوج سوايع ولا ثلاثة سوايع وقلبها ويصير شي قرى صغيرة. تحياتي لكم، شكرا لكم بزاف، شكرا للتعليقات ديالكم على المشاهدة ديالكم. ولو كنت أول مرة كتشوف القناة هذه كنتمنى أنك تضغط على الزر ديال سبسكرايب، ولو عجبك الفيديو هذا كنتمنى أنك تضغط على الزر ديال الإعجاب. يلا تحياتي لكم والسلام عليكم. وكما قلت لكم في الأول، هذا أول فلوغ لي بالجو برو، ما كرهش أنكم تقولوا لي الآراء ديالكم في التعليق أسفله. يلا السلام عليكم.